أولا اليوم هو يوم جديد ندشن وحدة وطنية حقيقية، بداية الطريق على إنجاز ملف المصالحة والوحدة بشكل كامل. يوم تاريخي يستحق الشعب الفلسطيني أن يرى فتح وحماس وجميع القوى موحدين تحت خيمة واحدة عنوانها العلم الفلسطيني بألوانه الأربع فوق كل الأحزاب الأعلام الحزبية. لا شك أن هذا اليوم يوم احتفال وطني، كما ترون المصالحة مطلب وطني فلسطيني كبير جدا. نحن لدينا إرادة وإقدام كبير جدا وشجاعة لتحمل كافة مسؤوليات هذه المصالحة وإنهاء الانقسام، هو مصلحة للشعب الفلسطيني. نحن بحاجة إلى شراكة وطنية من أجل تخفيف عن شعبنا ومن أجل أيضا الوصول إلى قواسم مشتركة في مواجهة الاحتلال وغطرسته.